واروح لزميلنا مصطفى فاروق مراسل سي بي سي والمتواجد في المغرب وتحديدا يعني في مراكش. مصطفى مساء الخير، ازيك الاول؟ طمنا عليك. مصطفى طيب هنحاول نرجع لزميلنا مصطفى فاروق واللي كان موجود هناك، والحقيقه كان بعت لنا مجموعه من الصور او كمان الفيديوهات، كان بيغطي احد الاحتفالات اللي كانت موجوده في مراكش، وكان يعني في مهرجان للموسيقى والغناء، وحتى هو بيصور بالكاميرا الخاصه بيه، وفجاه وهو بيصور والمسرح والناس عادي جدا بتغني وفي مطربة بتغني وفي عرض استعراضي أو فقرة استعراضية، وفجأة بيحصل الزلزال وبيحصل اللي حصل وهتشوفه في الفيديو، وأعتقد يعني أعتقد زميلنا مصطفى هيشرح لنا الباقي وإيه اللي حصل. مصطفى إزيك يا مصطفى؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ طمنا عليك. أنا كويس بخير الحمد لله، إحنا كلنا في أغادير بخير الحمد لله، بس الحمد الأوضاع في لله. مراكش أسوأ بكتير. التأثير وصل لكم في أغادير يعني تأثير الزلزال؟ وصلنا، لا الزلزال قوي حسينا بيه كلنا، أنا كنت جوه وسط حفلة فيها أكتر من 20,000 واحد وحسيت ما احنا بالهزة بنعرض اهو جزء لدرجة. منها فعلا يا مصطفى على الهواء وانت بتتكلم، اتفضل. بس أنا كنا في حفلة في مهرجان تيمتار، تغطية خاصة للقناة. مهرجان تيمتار ده مهرجان خاص بالموسيقى الأمازيغية والعالمية. كان في حفلة شغالة في تاني يوم، مطربة مغربية اسمها منال، دي من أشهر مغنيات في المغرب. الحفلة شغالة عادي، غنت يعني أغنية في التانية في التالتة، جت عند الأغنية الرابعة وسط الأغنية والاستعراض شغال، مرة واحدة حسينا بهزة أرضية كلنا. فالناس من صوتت مرة واحدة وجريت، ما سكتوش يعني، ما فيش حد عمل حاجة غير جريوا وطلعوا بره على احنا طول. شفنا فعلا اهو حسنا مرة واحدة. فجأة في صريخ والتليفون تقريبا ما اعرفش وقع منك ولا ايه، وفجأة الدنيا ظلمت، ده لان ايه اللي لقيت حصل؟ الناس هجمت عليا، انا قدام الستيج وحواليا ناس كتير جدا باين كده اهو انك تيجي انت ناحيتي قدام بتصور عشان قريب اهو. يطلعوا. انا بصور عادي والدنيا شغاله، مره واحده لقيت الناس عليا والناس كلها طلعت بره، الساحه كلها فضيت، الساحه فيها اكتر من 20,000 متفرج، ده اكبر كلهم ساحه في في اغاديم، لحظات، هي ساحه كلهم في كبيره. لحظات خارج. طب لحظات الحمد لله ان مفيش لحظات حد اصيب يعني، ولا حصل تدافع شديد يعني مثلا والناس لا اصيبت. الحمد لله ما حصلش اي اصابات لان الامن نظم الموضوع كويس والناس خرجت بامان. كان في حاجه بس اهو حصل بجي، لقطه غريبه شويه، اتفضل. طب اتفضل اتفضل. يعني وقت الحفله حتى المغنيه على المسرح ما استوعبتش ان ده زلزال، هي كملت عادي مده دقيقتين ثلاثه الغنى لغايه ما استوعبت الناس كلها مشيت. ما استغربتش ان الناس فالحفله دي وقفت بتصرخ ليه وبتجري؟ ما فهمتش ان ده زلزال؟ ما تفهمش لان العدد كبير، فممكن يبقى حصل مثلا حد وقع ان العادي اللي بيحصل في الحفلات، لكن بعد 3 دقائق استوعبت ان في زلزال 3 دقايق. فوقفوا الصوت، قطعوا الصوت. يمكن عشان الفرقه شغاله والدبدبه بتاعت الناس اللي بترقص على المسرح ولا حاجه، فيمكن ما قالت يمكن الهزه دي او الرجه دي بسبب المسرح يعني، قد يكون. بالظبط ممكن كده. بس وانت برضو حتى جيت يعني علامات برضو مره في واحده فيديو قلبت. اهو، في فيديو ليك والساحه كلها بتفضى يعني. بالظبط، لا 20,000 واحد طلعوا خلال 5 دقائق، انت متخيل العدد؟ طبعا. بس طيب الحمد لله ما بصفه حصلش عامه، اي اصابات او طب اي الحمد حاجه. لله، بصفه عامه يعني مشاهدتك ايه؟ الاجواء عامله ازاي الليله دي هناك؟ واجراءات مثلا الانتشال، البحث عن ناجين ماشيه ازاي حواليك؟ بص هو بشكل عام في حاله حزن عامه على البلاد كلها، حتى المدن اللي ما فيهاش اي طبعا. زلزال، يعني الاكثر مدن متضرره هي مراكش ده الاساس، وجنبها اقاليم زي تردانت واقاليم ارياف. احنا اغادير بعاد عن مراكش حوالي ساعتين، بس حسينا بالزلزال بقوه، وكمان الزلزال اثر على كازابلانكا وعلى الرباط وعلى كذا مدينه، بس يعني يعتبر اقوى زلزال حصل في تاريخ المغرب، طبعا. طب من سنة والناس غالبا 60 ما خافت جاش بسبب. زلزال زي ده، من سنة 60 ما بالظبط حصلش كنت لسه زلزال اقول لحضرتك، بالعنف ده الناس يعني، اول ما اتفضل. حست بالزلزال افتكرت سنه 60 لان ده اقوى زلزال حصل في المغرب وحصل فيه انهيارات والكلام ده، صح فالناس خافت عشان صح كده جريت. صحيح صحيح. فما طيب حصلش زلزال فعلا من سنه 60. هل حصل مثلا هزات ارتدادية او توابع الكام ساعة اللي فاتوا دول عندكم في أغادير؟ حصل حاجات خفيفة لكن ما مش نفس قوة الزلزال الأول. هو فعلا يعني هو حتى بسبب كل المراكز البحثية بتقول خلاص ان مش هيجي ان شاء الله يعني، مش هيجي اي زلزال تاني بنفس القوة اللي كان عليها زلزال امبارح بالليل يعني.
هو بصراحة يعني اللي حصل في الحفلة، هما ألغوا الحفلة بسبب هما خايفين من توابع، يعني احتياطيا خايفوا إن يحصل أي توابع أو طبعا إن لا قدر الله المسرح يقع أو طبعا مباني تقع. طبعا. بس الحمد لله في أغادير الموضوع سليم، طيب الانهيارات الحمد حصلت لله، في مراكش. الحمد لله، بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يا رب يسلمكم وترجعوا بألف سلامة، وربنا يسلم الجميع. زميلنا العزيز مصطفى فاروق مراسل CBC والمتواجد في المغرب.